السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى فيديو جديد. كنت في وقت سابق نشرت فيديو تحدثت فيه عن كيفية حصول المرأة على مساعدات مالية من الجوب سنتر. لقد سألني بعض الأخوة بعض الأسئلة في التعليقات، فقلت أجيب عليها في هذا الفيديو. هنا الأخت تسأل إن كان بإمكانها الحصول على 60 يورو من الجوب سنتر. الذي فهمته صراحة أن الجوب سنتر يقوم بإرسال المبلغ الذي تستحقينه خلال فترة الحمل بشكل إجمالي، يعني ليس بإمكانك أن تأخذي فاتورة الدواء التي هي 60 يورو وتذهبين إلى الجوب سنتر وتقول له أنني بحاجة هذه 60 يورو، لأنه سيقوم بتحويل المبلغ الكامل والذي هو عبارة عن 600 يورو تقريبا أو 700 يورو، يحولها في النهاية إلى حسابك، وليس يقوم بتقسيطها تقسيطا. وهنا الأخ الثاني يسأل عن بعض المنظمات الأخرى التي تقدم مساعدات مالية غير الجوب سنتر. وصراحة بعد البحث تبين أن هناك العديد من المنظمات التي تقدم مساعدات مالية للمرأة الحامل، ومن هذه المنظمات الآفو والدياكوني وغير ذلك أو الكاريتاس. ولكن يعني بإمكانك الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة واحدة فقط، وليس بإمكانك الحصول على المساعدات من جميع هذه المؤسسات. يعني على سبيل المثال إذا أخذت مساعدة مالية من الآفو فلن تحصل على مساعدة مالية من الدياكوني أو من الكاريتاس. طبعا هنا كما يذكرون في هذا الموقع تقدم المؤسسة الاتحادية المساعدة. هل أنت في حالة عسر؟ يعني هم يقومون بالبحث هل أنت بحاجة هذا المال أم لا. وصراحة أنا أفترض أنك إذا كنت أنت أو أنت على الجوب سنتر أنهم سيقومون بإعطائك هذا المبلغ. وأنا زوجتي صراحة يعني تقدمت بطلب للآفو في عام 2017 وحصلت على مساعدات مالية من الجوب سنتر ومن الآفو. طبعا يجب أن تستوفي هذه الشروط، أن تسكنين في ألمانيا، هذه لا مشكلة لا إشكال فيها، وتكون لديك شهادة حمل أو دفتر الأمومة، وكنت في وضع معيشي حرج. وصراحة أنا أفترض يعني كما قلت أنهم يفترضون أن كل من على الجوب سنتر أنه بحاجة مساعدة. وصراحة أنا أفترض أنهم يعني يقومون بإعطاء المساعدات للجميع، يعني سواء كانت الحامل على الجوب سنتر أو على السوسيال، يعني لا إشكال في ذلك. وأنا صراحة يوم حصلت على المساعدات كنت أعمل، يعني كنت أعمل فول سايت، ومع ذلك حصلت على المساعدات، فلا إشكال إذا كان الزوج يعمل أو لا يعمل بالمرة. يعني القصد أنك تقدمين طلب للجوب سنتر، وأنت في النهاية يعني أنت أو أنت لا تخسرين شيئا، يعني كل ما عليك فعله هو إرسال هذه الفورمة للجوب سنتر، وإما سيوافق الجوب سنتر أو سيرفض. وحتى في حالة الرفض يعني بإمكانك تقديم طلب اعتراض على قرار هذا الموظف، يعني لماذا رفض الطلب الذي قدمته. طيب هذا كان كل التعليقات تقريبا، لكن يعني حتى أفيدكم أكثر قمت بالبحث عن بعض الشركات أو المؤسسات التي تقدم مساعدات مالية، أو عفوا ليست تقدم مساعدات مالية، تقدم مكافآت يعني في حالة الولادة أو قبل الولادة. إذا قمت بتسجيل في هذه المواقع فإنهم سيرسلون لك مع الولادة بعض المكافآت والهدايا التحفيزية من هذه المواقع. طبعا سأترك جميع الروابط أسفل الفيديو، لكني سأذكرها كما حتى تعرفها. الموقع الأول هو موقع دي ام، يقدم بعض المكافآت والهدايا التحفيزية يعني مع كل حالة حمل ومع كل حالة ولادة. أنا صراحة زوجتي قامت بالتسجيل فقط في الدي ام، يعني وقام الدي ام بإرسال بعض المكافآت العينية كما تقول بعض المكافآت العينية يعني تصل قيمتها إلى حدود 20 يورو. وهنا هذه المواقع كلها إذا قمت بالتسجيل فيها ستحصل في النهاية على بعض المكافآت العينية في حالة الولادة، وبالإضافة إلى حالة الأعياد والمناسبات. يعني على سبيل المثال في حالة أعياد الميلاد يعني هم يقومون بإرسال كوبون أو جوتشاين كلما يحصل لشخص عيد ميلاد. على سبيل المثال هنا الدي ام يعني يرسل تقريبا 10% أو 20% كل عيد ميلاد. طيب هذه هي المواقع التي تقدم مكافآت في حالة الحمل أو حالة الولادة. هنا الدي ام يقدم فور فيرجن موتر فون اونت كيندر، يعني للحوامل وللاطفال من سن 0 الى سن 12 سنه. الروزمان بيبي بيلت فور شفانجر بيبي بيستوم سفايتن لبنسيار، يعني الروزمان يقدم مكافآت للحوامل حتى السنه الثانيه. هنا هذا الموقع ماين بيبي يقدم مكافآت حتى السنه الثالثه. مولر ماين بيبي هنا يقدمون فقط رابات كوبون، يعني فقط كوبون خصم. الريال او ماين فاميلي فاندر فانجر شولد سايت، يعني من فترة الحمل حتى فترة الذهاب الى المدرسة. طيب جولبوس
بيبي كلوب بيست سوم فايتين ليبنسيار، يعني يقدم مكافآت حتى السنة الثانية. طيب هنا أيضا بعض المكافآت التي يقدموها منتجو الحفاظات مثل البامبرز، بامبرز بريجن بامبرز كلوب، إنه صراحة لا يكتبون إلى أي سنة يقدمون هذه المكافآت. الموقع الثاني هيب بس دوم بس عفوا تسوم دريتن ليبنسيار، يعني حتى السنة الثالثة. ميلوبا فور دي إيرستن 1000 يعني تقريبا حتى أول ثلاث سنين. أبتامي بس تسوم دريتن ليبنسيار يعني حتى السنة الثالثة. مام كلوب نسلة بس تسوم أختن ليبنسيار ليبنس مونات عفوا، يعني يقومون بإرسال مكافآت أو حليب حتى الشهر الثامن. طيب هنا بعض المواقع التي تقدم ألعاب إلكترونية أونلاين شوبس عفوا، شبيل ماكس بست سوم تفايتن داس شات كارت بست سوم دت لبس يا ماي تويز تويز رايس بايبي كلوب أمازون فاميلي. طيب هذه جميع المواقع التي تقدم مكافآت للمرأة الحامل، طبعا كما تشاهدون يعني في حالة بعض الحالات تصل وكل أن تخسر شيء من التسجيل فيها، يعني فقط سيزوجونك بالإيميلات والكوبونات. طيب كان هذا كل شيء لفيديو اليوم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.